هي انولدت هيك جيسون من الله فجأة من هي صغيرة في الروضة فيش سمع وفيش كلام وكبرت وهيك ويصم وتركب لها سماعة وصار في عندها شوي في عندها نسبة سمع ونطق كمان بتحكي بتحكي خفيف. في الفصل الأول هي رسمت ومين شاف رسمك؟ الأستاذ باسل شاف رسمها والأستاذ هنادي وشو قالوا لك عن الرسم؟ قالوا حلو كتير وأنت كويسة في الرسم. هي بتتفائل يعني إنه حياة حلوة. رسمتها كان فيها عشب وفيها طبيعة وفيها شمس وورد وأرض وفيها نبات وطيور وحيوانات. هي فجأة عرفت إنه هي فازت في المسابقة وفرحت كتير كتير وحكت لأمها وأمها فرحت معها وإخواتها في البيت فرحوا كتير إنها هي فازت في مسابقة دولية وهي حتستمر في الرسم وحترسم كمان أفكار جديدة وأفكار حلوة. نفسها كتير تطلع رحلة وتسافر. هي عارفة إنه الحياة في غزة صعبة ومعابر وهي مخنوقة من قصة المعابر وبتحكي الأطفال العالم إنه النجاح حلو. حقنا في الحياة إحنا من حقوق الإنسان الرسم والتعبير عن رأيه من خلال الرسم. هاي الجمعية تأسست سنة 1991 وواجهنا صعوبات جمع أيام من الاحتلال في تكوين هذه الجمعية. ركزنا كان تخصصنا على فئة الصم لأنه هي الفئة الوحيدة اللي ما كانتش تجد أي اهتمام وكانت هي الفئة المهمشة. الكفيف كان له مراكز تهتم فيه ومعاقد حركي فيه لكن هذه الفئة كانت مهمشة ركزنا عليها وبدأنا كويس نتطور شيء بشيء. البرامج اللي موجودة عندنا في الجمعية الآن تهتم بفئة الصم، مدرسة لتعليم الصم ويتلقوا نفس المنهاج اللي في المدارس العادية. البرنامج الثاني عيادة السمعيات، فحصوا السمع وتركيب سماعات. البرنامج الثالث اللي هو عشان تكتمل الدائرة برنامج تقويم النطق يعني اكتملت الدائرة لفئة الصم. إذا بنحكي عن قصص النجاح، في قصص النجاح أكثر من قصة عندنا في الجمعية. طفلة منتهى العثماني وهذه الطفلة دخلت في مسابقة للرسوم على مستوى العالم وهي ومجموعتها فازوا بالجائزة الأولى. وهذه الطفلة كانت رسوماتها تتحدث عن السلام وعن الحب وعن الأخاء والمحبة وهذا ما يشعر به أطفالنا الصم وأطفال فلسطين عامة اللي يكونوا الحب والسلام لكل البشر لأنه إحنا عطشانين للسلام وبنتمنى السلام للكل وهذا ما ثبتته البنت في لوحتها.